السلام عليكم. لو انا عندي ارك بشكل دوت وعايز ابدا اوزع فيه مثلا او اقسمه لنقط، اول حاجه لازم اعملها ان انا اعمل سيلكت للاليمنت دوت، فاقول له سيلكت موديل اليمنت اهوت، واقول له سيلكت الخط دوت. طيب دلوقتي بعد كده هقول له انا عايز اعمل سيلكت، عايز اعمل جيومتري اليمنت جيومتري جيومتري اليمنت ايوه اهوت. طيب وبعد كده الخط دوت اهو ظهر معايا في اللوحة، تقدر تشوفه بالشكل دوت. طيب الخط ده عايز ابدأ اقسمه، فهقول له كيرفت بوينت ات ايكوال لينس بالشكل دوت، فبدأ اقسمه. هو افترض ان هم 10، طيب انا مش عايزهم 10، اقول له انا عايز اعمل نمبر بالشكل دوت، وتكتب الرقم اللي انت عايزه. طبعا زيرو ده يعمل لك مشكلة، فانت لازم تكتب رقم مثلا 13 بالشكل دوت، فهو قسمها لك زي ما انت شايف. طيب ايه رأيك بقى نحط فاميلي معينة؟ طيب نحط فاميلي ازاي؟ هستخدم هنا family instance at point، add point اللي هو ان انا هختار النقطة وابدأ احط فيها الفاميلي add point family instance. لا دي اكس واي وزد، انا عايزها باي بوينت، اي باي بوينت اهي، دي هديله النقط ديت. يبقى ناقص ان انا اديله ايه؟ اديله الفاميلي تايب. فهقول له فاميلي، ممكن تبدا تدور عليها من هنا، تقول له انا عايز اشوف الفاميلي، او تبدا له هنا اروح ضايف الفاميلي تايب وابدا اختار الفاميلي اللي انا عايزها تتكرر، وليكن مثلا ديت، واقول له ضيفها لي بالشكل دوت، هلاقيهم اتضافوا زي ما انت شايف. تمام، تقدر تتحكم بقى في عدد النقط مثلا 5 6 زي ما انت شايف السهولة، رغم انه شكل مش منتظم، بس انت عملتها من خلال الدينامو، فالموضوع بقى سهل وبسيط. ممكن في أي لحظة تغير الفاميلي دي لفاميلي تانية، تتغير كلهم في نفس اللحظة.